شوفوا هؤلاء الشباب اللي حاجرينهم ويحبوا يستحمروهم، يحبوا يهبطوهم المستوى ديالهم هما، تسمحهم دوخ. اسمع يا درا، دخلتوا البريكس ولا والو؟ والله قالوا لكم جات اوت، ما دخلتوش؟ زعكوكم ثم شفتوا بلاد تدخل المنظومة جديدة، منظومة اقتصادية باش تتبادل تجارات والذهب والروز والقمح والأموال، تدخلها تخلص دراهم في البنك باش يدخلوها البريكس، تدخل باقتصاد صحيح وجيد وبمساواة يكون. والله لا بهدلتوا بينا وحشمتوا بينا بخصوا بينا مزية، الحمد لله احنا انتوما ما تمثلوناش، احنا الشعب. انا النقطة اللي رجعي نهضر فيها في هذه تاع بريكس مش انكم تدخلوا ولا تخرجوا ولا ما على باليش، وراها المليار ونص دولار اللي دفعتوها في بنك بريكس سترجعتوها ولا والو؟ اموال الشعب. انا اللي يهمني اموال الشعب، انا الشعب. اذا ما تحاسبتوش اليوم رايحين تتحاسبوا يوما ما بإذن الله، إن شاء الله تتحاسبوا على كل سنتيم أو دينار أو دولار ضيعتموه ونهبتموه ومديتوه لشواكركم وسيادكم. وهذه هي رسالتنا، أنكم ما تشرفوناش وإحنا هما الشعب، وهذه أموال، هذا المال العام يسموه، مش أموالكم توم وماش جيوبكم، هذا رزقنا وهذا مالنا ومال 46 مليون جزائري. السلام عليكم. ما شاء الله، هاو الجزائر، هذه هي الجزائر، ماهوش تبون ولا شنقريحة، لا هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر. لا أنا نتكلم ولا أنا أسمع، هذا حاقرينو، هذا شاب حاقرينو، خير من مخير في الوزارة ديالكم، خير من مخير من النواب البرلمانيين ديالكم، خير من مخير في احزاب السياسيه اللي منبطحه عليكم. شفتوا؟ خذوا نموذج واحد اخر، اسمعوا. قد تقنع شعبك باننا قوه ضاربه بالمناورات العسكريه اللي يديرهم في الجنوب، ومن بعد تجوع شعبك وتوفر الله بودره الحليب والسكر والزيت، لكن لا يمكنك ان تقنع العالم بانك قوه ضاربه بهذه الامكانيات. وين رمج جماعة عمي تبون ونحن قوى ضاربة؟ تم رفض ملف الجزائر للانضمام إلى منظمة بريكس، وقبول آخرين مثل إيران والسعودية ومصر، حتى إثيوبيا يا رب العالي قبلوها وإحنا رفضونا. وأنا بالنسبة لي ولا إنسان واعي، هذا أمر طبيعي. لماذا الجزائر ليس لديها لا بطاقة بنكية عالمية ولا تجارة إلكترونية ولا عملة رقمية ولا بورصة ولا حتى إنترنت سريع نشرها في 5G ولا جمارك ملائمة ولا ضرائب واضحة ولا استيراد وتصدير مسهل وتمنع مواطنيها من استيراد السيارات؟ فمن الطبيعي ان يرفضوها. الدوله اللي مازال شعبها يدير فوتوكوبي على البيومتري ما تستنى منها والو. بطاقه الفيزا يحجزوها لك في الجمركه، كهول في جميع المؤسسات، كيف تريدون ان نتقدم؟ توعنا غلطوا غلطوا غلطوا، فهي دفع المنظمة البلوكوكس، دفع المنظمة البريكس، غلطوا في الطريق. يو احنا 0/10، احنا ما بانوش مع البلدان الاخرى. ما تخرجش وتقول لي عمي تبونوا نحن قوة ضاربة، استعرف باللي احنا ما كان والو ودخل دارك الحاج عثمان. الله يبارك، الله يبارك. هاي الجزائر يا ناس، اقسم بالله لو كان عندهم جرام الى ذرة تاع شرف تبون وجماعته قول بقوا على خير. هذا الشعب هذا فور علينا بزاف، ماناش قادرين نقودوا شعب كيما هذا، ورنا فشلنا في استحمار الشعب. راكم فشلتوا في استحمار الشعب. شوفوا هاد الشباب واش يجي منهم، شفتوا واش يجي منهم؟ لانكم فشلتوا في استحمارهم. واش قادرين نديروا؟ مش باغيين نزيدوا اكثر. شفتوا؟ هادو ما همش خريجي جامعات وكذا ومنا ويجيبوهم في بلاطوات تاع التلفزيون باش يشيتوا، هادو ما يجيبوهمش في بلاطو التلفزيون. المفروض تجيبهم.
من المفروض تجيبهم، جيبوا هذا جيبوا يناقش، وجيب له الشياطين يقابلوه. يعني لك في الواقع نزيد لك ما شاء الله. أنا رسمع هذا قلم كوشيز محمد أجاديد، أحد الوجوه البارزة في العراق. يقدر يكون البريكس مليح، ماشي المشكل في البريكس، المشكلة هو فيكم ماشي في البريكس. داخلين البريكس، داخلين البريكس شغل المعرفة. قلت لك راك في لا ولاية حيط مليار ونص مليار، وردوهم المليار يا اخي تبون قلب اللي نقدروا نسحبوهم. اسحب مليار ونص مليار ودير وديروا باين بلي سحبتوا مليار ونص مليار دولار اللي راهم عندهم، تبون قلب اللي اي لحظه نقدروا نسحبوهم. اسحبوهم، ما قبلوكمش وسبوكم، ما قبلوكمش وسبوكم، قال لكم انا ما قبلوا الدوله اللي تكون عندها الهيبه اللي تكون قويه. اسحب مليار ونص مليار دولار ما تخليهاش عندهم دواء شغل نصبوا عليك. هذاك تاع روسيا قال بلي نقبلوا الدوله اللي تكون عندها هيبه، راهو يسب فيكم وعندنا مليار ونص مليار من دراهم الشعب راهم في البنك البريكس. اسحبهم، اسحبهم، تبون قال نسحبهم، اسحبهم ودير باين العام. اسحب المليار ونص مليار دولار اللي راهم في البنك تاع البريكس، راهم سبونا، راهم سبوا الجزائر، سبوا الجزائر. دوما عاودوا تبهدلوا غير فينا، راحتوا للواد اللي بهدلتونا فيه زادوا سبوكم. وكاين دراهم الشعب اللي راهم في البريكس، كاين مليار ونص مليار دولار تاع الشعب وتاع دوله راهي تثبت. هم قالوا بلي ما عندهاش الهيبه، هكذا قالها وزير الخارجيه تاع روسيا. وانتوما كنتوا ملاشين الروس ونقول لبوتين يدخلك داخل العالم، ما يمشيش كيما في الجزائر بالمعرفه. ثبت لك بالمعرفه ولا بالدراهم، بالتبرع ثبت لك. زعما مليار ونص مليار دولار خلاص راك شريتهم واقعي. اسحب تبون خرج وقال في تصريح باللي في اي لحظه نقدروا، قال لك تبون نعاودها كنت سينيالو فيها نقعد غير نعاودها. تبون قال بلي نقدروا نسحبوا مليار ونص مليار دولار تاع الشعب تاعنا اللي راهي في البريكس، راهم سبونا. قال لك ما نقبلوش دوله ما عندهاش هيبه هكذايا. معلاه اسحب الدراهم، اسحبوا دراهم وديروا باين العامة بلي سحبتوا الدراهم ولا ما تقدروش تخافوا ولا كيفاش دراهم غير. وقول للعالم، قول للجزائر بلي نحي انا رجعنا مليار ونص مليار دولار، المهم ما نخسروش مليار ونص، ما دخلناش البريكس شهور سبع شهور وانتم البريكس. وتصور تاع بوتين راهم برا، وليتوا ترسموا بوتين في الجزائر، ترسموه وليتوا ترسموه تبهدله، تبهدلوا فينا، تبهدلوا في الجزائر. اكو كاين علام وراكم، هذاك هو هذاك علمنا، هذاك العلم اللي ونراو دوك ونراو تا موقع تاع الجزائر في النظام هذا العالمي. ونراو تا موقع البريكس ما قبلتكمش، واش درتوا فيها؟ ما صلحتوا في الداخل، ما صلحتوا في الخارج، وين تروحوا ما تصلحوش نتوما، ما تصلحوش نتوما، نظام ما يصلحش ويبهدل الجزائر هكذايا. نتوما نظام روحوا خطونا يا ودي، خطونا، اخطوا الجزائر، اخطوا علمنا، الجزائر كاع نسالوا فيها، اخطونا. ماناش نطلبوا بحاجه واحده اخرى، انا على جال البلاد ماناش نطالبوا بحاجه اخرى. اخطونا، بدلتونا، تبديله ماشي تبديله هذه. زاد قال لكم بلي ما قبلوش دوله ما عندهاش هيبه، ما تصرحتوا، ما علمتوا، ما رديتوا، ما جبتوا لنا دراهمنا، جيبوا دراهمنا، جيبوا دراهمنا، مليار ونص مليار دولار اسحبوهم، جيبوا لنا دراهمنا يا خويا، جيبوا عاودوا ردوهم للخزينه. ما كانش بريكس ماشي ما كانش مشكل، ما دخلتوش البريكس ماشي مشكل، نقراوها نهضروها بموضوعيه. دل البريكس ما دخلتوش البريكس، زادوا سبونا، زادوا سبوا الجزائر. حبي يقول انتم اللي راكم تمثلوها تمثيل تبهدايل، بهدلتونا نورمالمون غير شرعيين، على بها نقول لكم غير شرعيين باش في التاريخ بلي انتم ما كنتوش تمثلوا الجزائر، خاطرش راهم سبونا، ردوا لنا مليار ونص مليار دولار، ردوا اسحبهم. تبون قال، تبون قال ماشي ناخذ، تبون قال نقدروا نسحبوهم، اسحب. وقول للناس، قول للناس بلي انا سحبنا مليار ونص مليار دولار، ونطلب من الجزائريين، الكفاءات الجزائريه اللي تقدر تموقع الجزائر ما نقعدوش نشوفوا هنايا، ما نقعدوش دوك هنايا راهي ماشي غير تبهدله، وين راح نتموقعوا هنايا؟ ما البريكس ما قبلناش، دوك الغرب ما كانش اللي يقدر يقبلنا. علاش كنت سينياليو فيا؟ علاش؟ علاش كنت سينياليو؟ علاش كنت سينياليو؟ علاش؟ انا نجيب لكم في درامكم، في درام الشعب.
اسحب ما تخافش، اسحب ما اسحب ما تخافش، اسحب اسحب وما تخافش، دور اليوم اسحب، غدوه اسحب، ما تطولش، ما ترقداش، خاطش هنا ما ننساوش، وماش احنا ننساو، واخا تبالك وتنساو مليار ونص مليار، بالك وهذيك هي مربط الفارس، ما قبلوناش البريكس، ماشي مشكل، مليار ونص مليار دولار، رد هذيك هي مربط الفارس، يا خويا ردوم عليه، ما قبلناش البريكس، على بالنا بلي فاشلين، وكنا على بالنا بلي فاشلين وما تقدرولهاش، خاطش الخطوات اللي تاخذتوها ماشي هذيك هي الخطوات. باش هذيك الخطوات البروباغاندا راه استقبلك الروس او استقبلني اك استقبلك الروس استقبلك لاشين وهذيك هي زعما هذيك هي هذيك هي الدخول لكشمو منظمه تجاريه ولا ماشي هكذاك وعبلنا بلي ماشي هكذاك وقلنا لكم بلي ماشي هكذاك ونددنا كما نقولوا بالافعال تاعكم اللي خلات الجزائر راهي داخله في البريك في الحيط ماشي في البريكس اللهم انا حبس نروح ادوني الحبس واقلا نحبسكم البريك ادوني الحبس قولهم باللي تجديد هو اللي يحبس البريكس ما خلناش ندخلوا ماشي انا ما دخلتكمش البريكس ماشي انا وماشي الاحرار ولا ما قبلوكمش خاطر قال لكم باللي ما عندكمش هيبه هاي اللي واش قال لكم هذا هو الرد هذا على هذا هو المعايير المعيار باش ما قبلوكمش المعيار حب يقول ما عندكمش هيبه هذه هي ردوا لنا الدراهم ردوا لنا مليار ونص مليار دولار اللي راهم اللي يعطيهم البريكس ما قبلوكمش ردوا لنا الدراهم اسحب الاموال ما تقدرش تسحب الاموال خايف ما تخافش يا اخي انت قلتها برافو عليه محمد الجديد شاعر الحراك وليد الجزائر حر ما يخافش داه الحبس شحال ما خطر كي يدخلوا الحبس الجدران تاع الحبس ترعد الحبس يخاف منه وهما عادوا يخافوا يدوه الحبس نهار 20 وقفوه ملا التليفونات ضرب قال اختي خافوا يدخل الحبس يدير لهم مشاكل يوري لكم مستوى الوعي تاع الجزائريين تعرفوا مستوى الوعي تاع الجزائريين تأثير صحاف بدوره على الشعب الجزائري زيرو ما يقدرش يأثر على الجزائري يأثر إلا على الحابسين اللي كيفهم ما يقدرش يأثر على الجزائري نزيد لك باش نختموها هذه يعني درناها لاخر باقة تاع آراء الجزائريين من البريكس هاي ليك نزيدو نكملوها بواحد نعطيهم الرسمي دائما على حكايه المليار ونص مليار كامل يهضروا عليها شو لا في دراهمنا يا صاحبي الشعب ما صار باش ياكل خبز وانت تطيش في مليار ونص مليار حاب تشري البلاصه بالدراهم باش من بعد تزيد تغيطوا علينا وقال هاو انجاز دبلوماسي وهاو الجزائر هاو والو ما كاتلكمش والله ما تكحلوا عليها والله ما تكحلوا على البريكس هذا وطلعوا للسماء ما راكم في ذيك الترتيب تاع الدول لا في كل شيء تحب تجي هكذا تاخذ منو زيدوا اسمع هذا يا ما والله غير يندم على النهار اللي زاد فيه على واش على هجل واش لان داروا له ازمه تاع العدس اوكي وحنا شنو نقولوا على مليار ونص اللي رحت مديتها على باش تدخل البريكس نهار التالي حاوزوك برا كاش البريكس هادشي منطقي بريكس ما دابينا كون دخلت الجزائر اقسم بالله نقولوا باللي برافو لان عندك باش تلعب من دون تبرد على الدولار اسيدي كونك رقبه كونك راجل رانا معاك روح معليش راك طالع بالتزوار وبالخذب وبالنفخ وبالفرفاره وروح مع برك ادخل للبريكس هذه راح تقعد هذا مكسب للجزائر مهما كانت الحكومه معليش اسيدي مهما دابينا ندخلوا نروح نتعامل مع البرازيل نتعامل مع جنوب افريقيا الصين نجيبوا نديروا لوزينات مانيش عارف تعامل اقتصادي ادخل معليش اسيدي المنظمه تاع البريكس هذه ولكن عطيتهم مليار ونص ونهار التالي رزق ابويك هذا رزق امك هذا باش تروح تسربي الدراهم هكا اعطيني محمود عباس عامل تاع الموساد اعطيني قيس سعيد علاه باش يكمل في الانقلاب ها راه دار عليكم ها صار لك كما كباري تبريحه
الامارات راه تبرع اكثر منكم دروك عند قيس السعيد. هي زيد تتهضر على العدس، والله يا اللي نحك به على العدس يا نعطيك خبر، والجزائري ما ياكلوش العدس في الصيف. الجزائري ما راهمش لاحقين العدس لا في الصيف لا في الشتاء. الجزائريين ما عندهمش باش يشرو العدس، يدير 60 ولا يدير 40 ما راهمش لاحقين العدس. الاغلبيه راه يتالم من السعر. خلصه كي دايره السميك يا كيف هذه 100 اورو السميك في الشهر الجزائري، هذا هو شحال يسوى، هذا هو الدخل، هذا هو دراهم البترول والغاز ودراهم، هذا هو الجزائر، هذا هو الثروات تاع الجزائر. هذا علاش استشهدوا الشهداء باش يحكمونا هذا الخلق خالدي، والله يا اللي نحكمه. هذه هضره تاع رئيس، وحنا شنقولوا على مليار ونص اللي راه ضيعتها ها، ودراهم اللي عطيتهم قيس سعيد، كنت تخلص الخدامه قاعد تاع الحكومه التونسيه، قاع حكومه تاع قيس قاع خالصه من عندك زيد. ويا والمحمود عباس يدي وانت تسربي، والغاز يروح بنص سومه لان غير تنازل. المهمه راك قاعد نقعد في الكرسي، والله ويتمن من يتمكن منك، والله ويحكموك الغاضبين والجوعة والعطشة اللي درتهم، والله العظيم غير تندم على النهار اللي حكمت فيه هذا المنصب. ايه لو يحكموه يحكم الشعب في حالة غضب، وهذا ما نتمنى له، هذا ما نتمنى له. يسرى فيه واش صرا في القدافي، يسرى فيه واش صرا في القدافي. يدير فيه الشعب الجزائري ما دار الشعب الليبي في القدافي، يستاهل اكثر كي هو كي شنقريحه كي الزلام اللي معاه. قالوا البريكس، ايه اروح ادخل البريكس ياك. شفنا دونك المواطنين كيفاش يخمو. كاين اخواتنا يبعثوا لي عن طريق الايميل كثيرين، منهم واحد يقول لي بالك ويا ولدي لا يتهموك نتايا وفرحات مهني وماك، يقول لي انتما اللي منعتهم باش يدخلوا البريكس. واحد اخر يقول لك يا ولدي البريكس هذايا راهو غلطوا باش يروحوا البركوكس يروحوا البريكس. هاد اخر يقول لك باش يروحوا للبريك ماشي البريكس يعني الياجور. المهم رد افعال كبيره، للاسف ماش قادر نحط كل شيء لهنا، ولكن الشيء اللي نقولوه انه الشعب الجزائري ما يتاثرش بما تكتبوا صحافة بدورو وما تبثه من سموم واستحمار قنوات العار. شكرا لهذا الشعب هذايا، كما قلت لو يسمعوا غير لهذا اللي يجوز من هذا الربعه اللي يجوز، وعندهم ذره نقول مليح ذره تاع كرامه تاع شرف، تبقى على خير. خويا شكون حتمكم باش تكونوا في هذا المنصب اللي راكم عرضه للانتقادات وعرضه لكل شيء؟ وعلاش بكم دراهم ما عندكم دراهم؟ وعلاش معرضين؟ واحد ما قد طلب منكم تجو تكونوا في هذه المناصب، ثم فرطوا روحكم زورتوا ودرتوا كذا باش تكونوا هنا. هذا ما كان، روحوا تروحوا على ارواحكم، روحوا شوفوا حاجه تفيدكم. الجزائر فيها رجال، سمعتوا شفتوا هذو اللي جوز خير من المخير اللي فيكم، سمعتوا الكلام تاعهم خير من المخير اللي فيكم. درك نشوفوا نقطة من النقاط الحساسة، من أحد الأسباب الرئيسية اللي تسبب في رفض طلب الجزائر الانضمام للبريكس. موضوع جد مهم، هذا سبب جد مهم احنا على بالنا ما حبوش نشوفوا معاه، تكلمنا عليه اكثر من مره. شوفوا هذا بعد الفاصل.